أخلاقا، وخياركم خياركم لنسائه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع، تحكي لنا أم المؤمنين عائشة وهو في بيته ماذا كان خلقه، كيف كان يتعامل معنا، حكايات كثيرة. ولكن أجئك بشيء يا أحباب إخواني، أريد منك الآن أن تثبت معي أنني أنا الآن أتكلم عن رسول الله، قائد الأمة، مفتي الأمة، الذي يصلي بالأمة، كل شيء، كل كبير وصغير على رسول الله. هل عنده وقت أن يداعب زوجاته؟ هل عنده وقت أن يسامر زوجاته؟ اسمع إلي، تقول أم المؤمنين عائشة، كانت ليلة، هل صليتم على رسول الله؟ فجاء حتى انتصف الليل، في نصف الليل، وبدأت أن أنام، وبدأ هو صلى الله عليه وسلم ينام. لاحظ المشهد، أنا ما أحكي حكاية، بل هذا منهج حياة. اسمع اسمع اسمع، فتقول في نصف الليل إذا به يقوم رويدا، زي ما احنا بنقول أمكن أن يسحب بالراحة. هل صليتم على رسول الله؟ تخيل المشهد، هي نايمة جنب النبي محمد، فقام رويدا ثم لبس ملابسه رويدا وهي تنظر من تحت الحطام، تحت اللحاف، ثم فتح الباب رويدا، ثم خرج رويدا تحت إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتح الباب رويدا ثم خرج، فجاء في عهد الظنون، ومن حقها كيف لا تغير على رسول الله وهو متزوج صلى الله عليه وسلم بتسع أو أكثر، فقال هل صليتم على رسول الله؟ فيقول فوقع في عقل السنون، فقلت ربما أراد أن يذهب إلى إحدى زوجاته، مش مشكلة تجر عليك زوجتك. قلت لأحبابي أخواني في جمعة، حبيبي إن لم تغر عليك زوجتك، لو ما غرتش عليك يبقى أنت ما فيكش خايش، خالص. نعم نعم، لأنه لا يغار إلا على الشيء الطيب، الشيء الكبير. هل صليتم على رسول الله؟ وتخيل المشهد، فخرج صلى الله عليه وسلم وهي ترى، فتقول فقمت فلبست ملابسي وخرجت أسير وراءه صلى الله عليه وسلم. وكانت ليلة مظلمة للغاية، حتى ما كاد الواحد أن يرى يده أخرجها من شدة الظلام. وبدأت أمشي وراء، أتدرون إلى أين ذهب حبيبهم صلى الله عليه وسلم؟ انظر إلى حالها وحاله صلى الله عليه وسلم. فإذا بها تقول، فإذا به يتوجه إلى مقابر المسلمين في البقيع، فوصل وصل، ثم تقول رفع يديه وأخذ يدعو طويلا. ووقفت أنا، وأخبرك من المشهد، وأخبرك من حسن الخلق، كيف يصنع معنا. ثم تقول وقف صلى الله عليه وسلم طويلا، فوقفت أنا كذلك حتى انتهى من دعائي، وأنا على بعد منه ولكن يراني، ولكن الجو مظلم فلا يعرف من أنا. هل صليتم على رسول الله؟ فإذا به يستدير، يلف عشان يرجع صلى الله عليه وسلم. فتقول فاستدرت وانا كمان لفيت عشان ارجع صلى الله عليه وسلم. نعم، فبدا النبي يسعى، يتحرك، يمشي، فسعي. فبدا النبي ينحدر، يعني يجري شويه صلى الله عليه وسلم حتى يعرف من هذا الذي امامه. فانحدرت انا، فبدا يركض، يعني باقصى سرعه صلى الله عليه وسلم. انت متخيل؟ اسمع اسمع، فبدات اركض، وامي وامكم قد ملأت لحما. هل صليتم على رسول الله؟ فاخذت اجري حتى دخلت قبل النبي وتحت فراشي، وتنمتت بملمأتي او بلحافي، ثم اذا به هو يدخل بعدي. ماذا يصنع؟ اخبرني بربي، وما الذي يكشف الامر؟ فقال النبي، انظر الى الاخلاق الكريمه، قسما عظما ان لم يكن قدوتك النبي فلا قدوه لك. اسمع اسمع، فقال النبي يا عائشه، تقول سمعت
فما رددت عليه. يبقى ما تحبكهاش لما تنادي على أم فلان وتعمل مشكلة بدون مشكلة. ثم رددت، ثم إذا به ينادي مرة ثانية يا عائشة، فتقول ما رددت عليه. ثم نادى علي مرة ثانية، ولكن إذا بأمر غريب، كيف يعرف النبي؟ ما الذي كما نقول بالعامة، ما الذي يفضح الأمر الآن؟ الحشرجة تحت النفس. فتقول فإذا بنفسي يخرج ويصعد، فالغطاء يتحرك إلى أعلى وأسفل. فتبسم النبي، وفي وقت التبسم عم الشيخ، فتبسم النبي فقال لها تلك الكلمات: يا عائشة، ما لي أراك رابية حاشية. يعني ما للنفس طالع نازل، ايه المشكلة، ايه اللي حصل، أتخبرينني أو يخبرني العليم الخبير؟ فقالت رسول الله، انظر حينما ذكرت بالله، هي تتعامل مع النبي على وجهين، أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أنه زوجها، فتداعبها ويداعبها وتسامرها وتسامره، بل وترفع صوتها على رسول الله ويعفو عنها صلى الله عليه وسلم. فقال أتخبر النبي أو يخبر العليم الخبير؟ قالت يا رسول الله. شوف بالله عليك كيف هي تغير الحديث. لما تغير معك زوجتك الحديث وحينما تجلب الأمور، امشي معها وسيرها في الكلام عشان الموقف، بدل ما كلمة تخرج وأنت تتكلم وروحي وانت كذا وتنتهي الآن، ثم تأتي إلى الشيخ وعم الشيخ وتمسكي. اسمع إلى دبلوماسية، هذه هي الرومانسية، إن أردت الرومانسية الحق. انظر إلى النبي وهو الزوج، فقال لها لما قالت، فقال لها: أتخبرينني أو يخبرني العليم الخبير؟ قالت: يا رسول الله، أو كل ما يكتمه الناس، أي حاجة بنكتمها يعلمها الخبير العليم؟ هي تعلم أن الله يعلم، ولكن هي تريد أن تفتح مجال آخر. قال لها النبي فسايرها في الكلام، قال لها: نعم يا أم المؤمنين، ما من شيء يكتمه الناس إلا ويعلمه رب الناس. هل صليت على رسول الله؟ ثم اسمع، قال: أنت كنت، أنت اللي كنت مشي وراش؟ إذا ما تزعلش لما تفتح الموبايل. طب وانت خايف من الموبايل ليه؟ سبحان الله، خصوصية، لا مش خصوصية، أنت تخاف، أنت تخاف وربك كعبة، القوي المؤمن والصالح لا يخاف من شيء. هل صليتم على رسول الله؟ بل لو رن تليفون في نص الليل قل لها قوم يا أم فلان، رد شوفني. يدوم بينكم وتدوم بينكم الألفة والمحبة. حبيبي، إن لم تجد السعادة في بيتك قصم العظمة لن تجدها أبدا. السعيد من سعد في بيته. كم من أناس يتمنى ألا يعود إلى البيت. لماذا؟ لأنك ما طبقت هدي النبي في بيتك. اسمع، فتقول أم المؤمنين عائشة: قال لي يا عائشة، أنت كنت؟ قالت: نعم يا رسول الله. فيقول: فلك ذنب. يعني شيء يصل لكنا هذا إخواني لا يقصد منها بالضرب، بل يقصد منها الانتباه، يعني تبه. يا عائشة وهو يبتسم: أخفت أن يحلف الله عليك ورسوله؟ أنت خفت عشان ربنا يظلمك؟ يا عائشة اسمع، إلى الرومانسية، إلى الدبلوماسية. قال لها: يا عائشة، لقد ناداني جبريل وأمرني أن أخرج لأهل البقيع فأستغفر لهم، وما كان لجبريل أن يدخل علينا ونحن نام. مش بحقه يدخل، بينفعش. اسمع الكلام اللي جاني: فكرهت أن أقوم بقوة فتستيقظي. خفت أحسن أصحيك ولا ماشي. فتستوحشي من غرفة الظلام أو من الغرفة وهي مظلمة. أنا خفت عليك الأحسن، أخاف وأنت قاعدة في المكان المظلم. هل رأيت رجلا كذلك رسول الله؟ ثم نام بجواري على الصباح، فتقول: والله ما عهدتني بعد ذلك. نعم، قد صدق من قال فيه: وإن لك لعلى خلق عظيم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم، أما مع أعدائه ومع من خارج البيت.